قررت خلية الأزمة في محافظة الأنبار العمل بنظام حظر التجوال الجزئي، والذي يبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 5 فجرا، فيما حذرت من عقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس في حال المخالفة. يعاد العمل بنظام حظر التجوال الجزئي الذي يبدأ من الساعة 9:30 مساء وحتى الساعة 5 فجرا ابتداء من يوم الأحد الموافق 9 من شهر آب عام 2020، مع شمول أيام الخميس والجمعة والسبت بالحظر الشامل. يمنع منعاً باتاً المناسبات كحفلات الأعراس ومجالس العزاء وأي تجمعات أخرى، ويتحمل من يخالف ذلك التبعات القانونية التي قد تصل إلى الحبس. باء إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات والكفوف أثناء الخروج من منازلهم، وبخلاف ذلك يتحمل المخالف عقوبات صارمة. إلزام من يتولى مسؤولية تطبيق الفقرات الواردة أعلاه من رجال الشرطة والجيش والمرور المتواجدين في السيطرات ونقاط التفتيش الالتزام بطرق الوقاية الصحية، وبخلاف ذلك يخضع منتسبو تلك الأجهزة لنفس العقوبات الواردة آنفاً. التأكيد على ضرورة إغلاق جميع مداخل ومنافذ المحافظة بشكل محكم، فضلاً عن إغلاق السيطرات بين الأقضية والنواحي التابعة لها، والسماح للحالات الاستثنائية والطارئة للعبور فقط.